بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في الدرس الثاني من دروس الكفاية اللغوية للصف الثاني الثانوي كنا قد تحدثنا في بداية عن التطبيق وعن أهم الموضوعات التي كنت قد أخذتها أيضا في الدروس السابقة اليوم نستكمل أيضا اختبار بنائي زائد نشاطات التعلم في هذا الدرس نحن في الوحدة التدريبية الأولى في الكفاية النحوية وقلنا هنا التطبيق النحوي نحن سنهتم بالتطبيق النحوي وستعرف أهم الموضوعات في هذه الوحدة وفي هذه الكفاية كما عرفت هي ختام الموضوعات النحوية وهي كيف تطبق ما أخذته سابقا وما تحدثت عنه وما درسته أيضا من الدروس السابقة أهداف تدريبية يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تلخص المعلومات الأساسية للنحو العربي تسهيلا لفهمها وهذا تلخيص المعلومات الجمل وأنواع الجمل المتممات إلى آخره تضبط النصوص المقروءة بالشكل دون أي خطأ، وأيضا تكتب نصوصا وفقرات مضبوطة بالشكل خالية من الأخطاء النحوية، أيضا تتحدث وتلقي وتقرأ بلغة عربية فصيحة خالية من الأخطاء النحوية، كذلك تطبق الوظائف النحوية للمفردات التي درستها في تراكيب وسياقات جديدة، أخيرا تصحح أي خطأ نحوي في المكتوب أو المسموع، وهذا كله يعتمد على التطبيق، يعتمد على على التطبيق. اختبار بنائي وصلنا إلى اختبار بنائي أولا الكلمة الضائعة هنا لاحظ هذه الكلمات بعد أن تشطب مصطلحات النحوية الآتي تعريفها بجميع الاتجاهات أعطي أمثلة على كل مصطلح تشطب حروف ثم كون من الحروف الستة المتبقية مصطلحا نحويا ثم عرفه ثم عرف الركن الأول في الجملة الاسمية كذلك اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل أيضا مشتق منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند حدوث الفعل أيضا الركن الثاني في الجملة الإسمية يرفع المبتدا وينصب الخبر ينصب المبتدا ويرفع الخبر تابع هو نفسه متبوعه وجزء منه منتمي إليه تابع يبين صفة اسم قبله وأسلوب النحوي يبدأ بياء واسم يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وكذلك تابع يؤكد متبوعه واسم من الأسماء الخمسة ثم المصطلح النحوي المتبقي ما هو بعد ذلك تعريف هذا المصطلح طبعا في البداية الركن الأول في الجملة الإسمية أحسنتم هو المبتدأ فنستشطب على كلمة المبتدأ كذلك اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل أحسنتم هو فاعل هو فاعل اسم مرفوع يدل على من قام بالفعل هو فاعل مشتق منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند حدوث الفعل وهذا هو الحال هيئة الفاعل أو المفعول عند حدوث الفعل الركن الثاني من في الجملة الاسمية ما هو الاسمية تتكون من ماذا أحسنتم مبتدأ زائد زائد خبر إذا خبر هو الركن الثاني في الجملة الاسمية طيب يرفع المبتدأ وينصب الخبر يرفع المبتدأ وينصب الخبر أحسنتم هو فعل ناسخ هو فعل ناسخ طيب العكس ينصب المبتدأ يرفع ويرفع الخبر هو حرف ناسخ هو حرف ناسخ ممتاز طيب تابع هو نصف متبوعه أو جزء منه من تمي إليه هنا البدل هو البدل تابع نبين صفة اسم قبله هو النعت أسلوب النحوي يبدأ بها هو بالتأكيد أنك عرفت أن النداء جميل اسم يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء ما هو المثنى أحسنت تابع يؤكد متبوعه هنا هو التوكيد لاحظ طبعا يؤكد توكيد مباشرة اسم من الأسماء الخمسة هنا فوق المصطلح النحوي متبقي ما الحروف المتبقية الميم والسين والتاء ثم الثاء والنون والالف عرفت الان اذا سنكتب ذلك ونقول هنا مبتدا وهنا فاعل وهنا حال وكذلك هنا خبر ثم فعل ناسخ وكذلك حرف ناسخ ثم هنا بدل تابع وهنا نعت ثم اسلوب نحوي نداء اسم يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء والمثنى تابع نؤكد متبوع هو التوكيد واسم الاسماء الخمسه فوق المصطلح النحوي المتبقي احسنتم هو مستثنى تعريفه هو اخراج الاسم الواقع بعد اداه الاستثناء من الحكم الواقع على ما قبل اداه الاستثناء جميل هنا ثانيا اضبط النص الاتي بالشكل وهو في القراءه وبين الوظائف النحويه للكلمات المميزه طبعا هنا دون إجابة فوق الكلمه بامكانك ان تكتب الاجابه بامكانك ان تضع لك جدول مثلا ثم تكتب الاجابه وفد زياد الاعجم على امير سابور عبد الله بن الحشرج الجعدي فأمر بانزاله والطفه وبعث اليه ما يحتاج اليه ثم غدا عليه زياد فانشده وقال ابيات شعريه ان السماحه والمروءه والندى في قبه ضربت على ابن الحشرج ملك اغر متوج ذو نائل المعتفين يمينه لم تشنجوا يا خير من صعد المنابر بالتقى بعد النبي المصطفى المتحرج لما اتيتك راجيا لنوالكم الفيت باب نوالكم لم يرتجي وهنا الحديث عن ذلك هو نقول نقول بين الوظائف النحويه فاضبط النص ثم بين الوظائف النحويه، تقرأ النص ثم تبين الوظائف النحويه نقول هنا وفد زياد ما وظيفه زياد؟ فاعل احسنت وفد زياد على اميري امير هنا اسم مجرور بعد حرف الجر اميري وهو مضاف وسابور اضاف اليه هنا عبد الله بدل من سابور طبعا ان السماحه سماحه هنا اسم ان الواو حرف عطف المروءة معطوف منصوب ملك أغر هنا نعت لم هنا تشنج وشند هنا فعل مضارع مجزوم طبعا سبق بلا ذات جزم يا خيرا وهنا منادى سبق بلا نداء لما اتيتك راجيا اتيتك راجيا حال الفيت باب فعل به طيب هنا يقول عدد الجمل في المقدمه النثريه بامكانك ان تذكر الجمل زملائكم طبعا قد دونوا ذلك وقالوا خمس هي خمس خمس جمل تقريبا بامكانك ايضا ان تعيد انت وتعد هذه الجمل وعدد الكلمات ابيات الشعريه وخمسون طبعا كلمه كما قلنا اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف احسنت. نشاطات التعلم في نشاط التعلم طبعا هذا هو رابط الدرس الرقمي بامكانك الدخول ومشاهده هذا الدرس. هنا يقول ما أوجه الشبه بين دارس النحو العربي وكل من هؤلاء الرياضيين أنت تشبه دارس النحو تشبه هؤلاء الرياضيين طبعا لاحظ الغواص في البحر والفارس الخيال وفي التزلج أو المتزلج هنا الجليد طبعا هنا الغوص للبحث عن القاعدة تخطي للصعاب يعني كما هو يغوص مثلا الغواص في الماء أو في البحر للبحث عن اللؤلؤ وكذلك دارس النحو يغوص للبحث عن القاعده، وايضا هذا وجه الشبه بامكانك ايضا ان تذكر انت ما تريد، ايضا هنا مثلا في معرفه القاعده في الكلام كتخطي الحواجز بثبات وقوه، لان يعني كذلك كما هو يتخطى الفارس الحواجز بثبات وقوه فانت تستعرف القاعده هنا تستطيع التخطي ايضا هذه الحواجز بامكانك الكلام ومعرفه تلك القواعد. ايضا هنا في التزلج ايضا مهم فيها الصبر والتأني. والدقة أيضا هنا الصبر والتأني في تحصيل الهدف مع مراعاة الدقة وكذلك أيضا في معرفة النحو في الصبر والتأني مع مراعاة الدقة وهنا أيضا تشبيه في ذلك اثنان هنا النحو العربي في صور خيالية أعطي تشبيهات مماثلة لاحظوا هنا يقول النحو من الكلام كالملح في الطعام بمعنى إذا فقد النحو مثل ما كان يفقد في الطعام الملح فكما لا يسوغ الطعام بلا ملح إلا مريض البدن فكذلك لا يسوغ الكلام بدون النحو إلا ضعيف الفهم فهنا ستذكر يعني حاجه الناس الى النحو كحاجه الطعام الى الى الملح وهذا هو الهدف ثم ستذكر ايضا تشبيهات مماثله في النحو وكذلك في طرفا طرف الجمله والتممات والتوابع ونواسخ الجمله الاسميه نواسخ الجمله الاسميه فتقول هنا في النحو اذكر تشبيها او ما تريد ايضا من تشبيهات نقول مثلا نقول هنا النحو ايضا خلوه كالجهاز ايضا بدون تيار كهرباء فخلو الكلام من النحو كان هناك جهاز ايضا بدون بدون تيار او يعمل بالتيار وكانه يسير طرفا الجمله ونقول مثلا كطرفي التوصيل للتيار ونقول ايضا في المتممات كالاضافات لتحسين الطعام في المتممات هنا ايضا كالإضافات ايضا فالتوابع ايضا وايضا التوابع هناك العربات التي تسير خلف القاطره بالتوابع تتبعها كذلك التوابع في الجمل مثلها نواسخ الجمل الاسميه نقول مثلا كتغيير وجهه البيت لأن النسخ الناسخ يغير حركه المبتدا سواء في الفعل الناسخ طبعا في الخبر يرفع المبتدا وينصب الخبر او الحرف الناسخ اللي ينصب المبتدا ويرفع الخبر كما عرفت سابقا هنا كانه يغير وكذلك تغيير وجهه البيت وهذا ايضا مثال تذكر ما تريد انت من تشبيهات تناسب ذلك وهذا هو الهدف. طيب هنا اقرا الايات الاتيه من سوره التوبه مبينا الوظائف النحويه للكلمات التي تحتها خط. ساترك لك ايضا مجال بامكانك ان تفكر وتذكر وإمكانك ان تضع لك ايضا جدولة ثم تبين وظيفه والإعراب النحوي لهذه الكلمات قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيضا قوله تعالى أن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أيضا هنا قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وأيضا قوله تعالى ما يأتهم نبأ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفكات أتاهم أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب يريدون الوظيفة النحوية في مضارع مرفوع عن رفعه ثبوت أحسنتم ثبوت النون طبعا من الأفعال الخمسة أن يطفئوا هنا أن مصدرية ويطفئوا هنا فعل ويطفع مضارع أيضا محذوف طبعا هنا منصوب بأن وعلى نصب أيضا حذف النون من الأفعال الخمسة طيب ولو كره الكافرون كره كافرون اعراب الكافرون ومن من الوظيفه النحويه فاعل مرفوع عن رفع الواو أنه جمع مذكر سالم بامكانك ايضا ان تذكر ذلك وان تكتب طيب ليظهره اللام هنا لام تعليل ليظهره هنا فعل مضارع منصوب بان منصوب ليظهره منصوب بان وعلى نصبه الفتحة طبعا بعد لام التعليل ان وضمر على الدين كله وهنا توكيد توكيد مجرور احسنتم ان عده الشهور عند الله اثنا ان ماذا تعمل؟ إن عدة الشهور عند الله إِثْنَاءً اثنا عشر اسم إن خبر جميل اثنا عشر شهرا وشهرا هنا تمييز اثنا عشر يوم خلق السماوات السماوات هنا مفعول به منصوب لكنه هنا منصوب على نصب ايش؟ لأنه جمع مؤنث سالم أحسنتم منصوب بالكسرة والواضح حرف عطف والأرض أيضا معطوف هنا منصوب بالفتحة فلا تظلموا لا تظلموا لا ناهية هنا وايضا هنا فعل مضارع مجزوم بلا معنى في جزمه حذف النون قاتلوا المشركين قاتلوا المشركين فعل فاعل المشركين هنا مفعول به منصوب نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم كافة جميل أنت بإمكانك أن تذكر ذلك وأنا تركته تعمدا حتى ما أتعرف. انفروا خفافا انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا لاحظ انفروا فعل فاعل ثم خفافا ذلك الواو حرف وثقالا ذلكم خير ذلكم خير جملة جميل احسنتم بامكانك ان تذكر ذلك وان تعرف كان عرضا قريبا ايضا كان هنا عرضا خبر كان وقريبا نعت هنا بعدت عليهم الشقة بعدت الشقة عليهم اصل الكلام وهنا فاعل احسنت الم ياتهم لم هنا وايضا فعل مضارع ياتي ياتيهم اصلها ياتي محذوف طبعا يعني هنا انت الآخر سبق مجزوم تقول يعني علامه الجزم حذف حرف ايش؟ العله قوم نوح وعاد وثمود عاد لا مجروره كسرة وثمود بالفتحة هنا لأنه ممنوع ممتاز لأنه ممنوع من من الصرف يجر بفتحة نيابة عن الكسرة كما عرفت أيضا هنا وأصحاب مدينة كذلك طيب فما كان الله الله لفظ الجلالة اسم ايش؟ اسم اسم كان جميل بامكانك ان تذكر ذلك وتضع لك جدول ثم تذكر اهم الوظائف النحويه وهذا هو الهدف بعدما عرفت الدروس ان تطبق ذلك في هذه الوظائف وانت تقرا وانت تقرا تعرف ما الذي درسته عرفت التوابع ثم عرفت الاستثناء ثم عرفت البدل ثم عرفت المتممات وقبلها قد عرفت الجمل الاسميه والجمل الفعليه وما الذي يدخل على الجمل الاسميه من افعال ناسخه او حروف ناسخه المفاعيل الى اخره ثم بعد ذلك وأن تقرا تطبق وتعرف هذه الوظائف النحويه جميل هنا يقول ما الخطة التي يجب أن يتبعها المتعلم ليتقن النحو العربي حتى تتقن ما الخطة التي يجب طبعا معرفة وتطبيقا وهذا نشاط منزلي لكن نحن سنذكر هذا الخطط بإمكانك أن أيضا تعيد خطة مستقلة وزميلك يذكر بطريقة كيف تتعلم النحو أو كيف تتقن النحو العربي إتقانا في, في, في الكلام وفي الكتابة وفي كذلك معرفته في أيضا في القراءة هنا بداية إخلاص النية عند طلب العلم وهذا هو أهم شيء أن تخلص النية لله تعالى عند طلب هذا العلم بعد ذلك بإمكانك أيضا التدرج في طلب هذا العلم كل شيء يأتي بالتدريج بإمكانك أيضا أن تعرف ذلك وهنا في التركيز أيضا في النحو التطبيقي وهذا الفصل نحن نركز بإذن الله على ذلك وسننهي الفصل بإذن الله وأنت قد استفدت من هذه الدروس ولخصت ما عرفت نحن الآن نعيد ما درس من دروس النحوية النظرية صحيح أن هناك تدريبات في الدروس النظرية لكن هنا الجانب التطبيقي اكثر فانت تحاول هنا بقدر الامكان ان يكون الجانب التطبيقي لك اكثر حتى تستفيد درست الجمل الاسميه والجمل الفعليه وعرفت النواسخ وعرفت النواصب وعرفت المفاعيل وعرفت المتممات إن سواء مجروره او كانت متممه منصوبه ثم عرفت التوابع ثم عرفت ايضا ما ما يتبعه الاساليب ايضا النحويه الى اخره مما مما درسنا فهنا ثانيا تدرج في طلب هذا العلم فيشرع اول من نظر المختصرات كالاجروميه طبعا شرح نيضها والميسر من شروحه يمكن يعني انتقال بعد ذلك الى قطر الندى وشرحه ثم الى الفيه ابن مالك وشروحه ثم الى الشرح المفصل لابن عيش وهذا اذا اردت ان تتدرج في معرفه النحو ثم يكون النظر بعد ذلك لمن يريد التخصص في هذا العلم فينظر في مصادره الاصيله الكبرى كشرح الرضي الكافي وتسهيل ابن مالك وشرحه كالاصول ابن السراج في المختطف والمبرد فكتاب سيبويه وهو الاصل في في النحو وهو البدايه ثم التركيز على التطبيق والاستفاده من المعلمين وهذا هو الجانب التطبيقي اكثر ان تركز ايضا الاستفاده والتطبيق من المعلمين ثم تحاول ايضا ان تتكلم باللغه الفصحى ثم ان تضبط ثم تكتب ايضا كتابات صحيحه ما المرفوع فيها ومتى ينصب وكيف يكون هذا ثم ايضا وانت تقرا تحاول ان تفسر لماذا اتت هذه مرفوعه لماذا اتت تلك الكلمه منصوبه هنا باذن الله سيعينك على معرفه تلك الدروس وهذا هو الهدف ان تطبق ما عرفته او ما درسته من الاساليب النحويه من الدروس التي كلنا قد اخذناه وهذا هو الهدف في هذا الفصل ان نكون هنا نستخدم الجانب التطبيقي فيه. جميل هنا يقول هنا في العدد حول الارقام في الجمل الاتيه الى الفاظ عربيه مراعيا الموقع العربي ثم اكمل الجدول طبعا هنا ارقام نريد منك الفاظا لصديقي خالد سبعه اخوه سبعه وقلنا هنا الاعداد المفرده من ثلاثه الى عشره يخالف المعدود في التذكير والتانيث والتمييز جمع مجرور يخالف وجمع مجرور هنا نقول المعدود والمعدود هنا التمييز الصف الاول سته فصول سته طبعا رقم انا ذكرته بامكانك تقول ماذا حوله الى لفظ ماذا تقول الصف الاول سته فصول وهنا يخالف سته فصول لاحظ فصل المذكر سته يكون مؤنث هنا المعدود جمع مجرور كذلك طيب حصل الطالب على 14 ام 14 عشر تذكر درجه وانه مذكر مؤنث جميل هنا في الأعداد مركبة إذا كان من 13 إلى 19 كما عرفت يخالف الجزء الأول ويطابق الجزء الثاني فتقول هنا حصل الطالب على 14 درجة فيخالف في الجزء الأول ويطابق الجزء الثاني هنا درجة مؤنث فأربعة يكون مذكر حكم العدد هنا يخالف في الجزء الأول ويطابق الجزء الثاني ونوع المعدود هنا مفرد منصوب درجةً تغيب اليوم أيضاً هنا نقول 12 12 11 12 يطابق المعدود في الجزئين لأن هنا واحد واثنان مثله فهنا يطابق وكذلك نوع العدد المعدود المفرد منصوب حصلت على درجات هنا تقول حصلت على ثمان وليست ثمانية لأن هنا درجة مؤنث تقول ثمان أيضا يخالف وكذلك هنا يكون العدد أو التمييز أو المعدود جمع مجرور حلقت الطائرة كم أحسنتم 11 ونقول 11 مذكر 11 مؤنث لأن هنا ساعة مؤنث هنا يطابق المعدود في الجزئين وكذلك هنا مفرد منصوب التمييز ساعة إحدى عشرة يتكون وفد من كم؟ عضوا هنا مذكر إذا ماذا يكون العدد؟ أحسنتم هنا ستة عشرة عضوا ستة مؤنث وعشرة مذكر عضوا مذكر هنا أيضا حكم المعدود يخالف في الجزء الأول ويطابق الجزء الثاني والعدد أيضا مفرد منصوب كان الشهر يوما تقول كان الشهر تسعة وعشرين تسعة وعشرين يوما فيخالف الجزء الأول وإما الثاني فيلزم صورة صورة واحدة لكن يختلف عشرون أو عشرين حسب موقعه من من الإعراب وهنا أيضا تمييز أو المعدود مفرد منصوب حول كما هو مطلوب واضبط بالشكل هنا الجملة المتعلم مفكرا خيرا منه حافظا هنا التحويل اجعل حال صفة وهنا انتفعت بالكتاب علمه بدل هنا يريده بدل بعض من كل تمهل أيها السابق السائق عفوا يريده منادى منصوب قيادة الناس صعبة أسلوب تعجب يقيس العاقل الناس بأخلاقه مبني لما يسم لما لم يسمى فاعل ومقصود به من مجهول. ما ربح إلا مستثنى منصوب حفظت الصورة آه كلها اجعل كلمة الصورة مثنى وغير ما يلزم كان المعلم مجتمعين ضع إن بدلا من كان مكثنا في السفر أربع ليال وثلاثة أيام هنا عدد مركب طيب الجملة البداية المتعلم المفكرا خير منه حافظا تقول المتعلم المفكر خير من المتعلم الحافظ هنا انتفعت بالكتاب بدل بعض تقول نصفه تمهل ايها السائق تقول تمهل يا سائق السياره قياده الناس صعبه تريد اسلوب تعجب يقول ما اصعب قياده الناس يقيس الناس هنا يريده مبني للمجهول تقول يقاس الناس باخلاقهم يقيس العاقل تحذف الفاعل ويبنى المجهول او لما لم يسمى فاعله ما ربحه الا المجتهد يريده مستثنى تقول خسر المتسابقون الا المجتهد حفظت الصورة كلها وجعلها مثنى تقول حفظت صورتين كلتيهما كان المعلمون مجتمعين إذا وضعت إن تقول إن المعلمين مجتمعون مكثنا في السفر أربعة ليال وثلاثة أيام هنا عدد المركب يقول مكثنا في السفر أربعة عشر يوما هنا لو كانت هذه الندوة حول النحو العربي ما الموضوعات التي يمكن أن نقشها؟ نقول مثلا الصعوبات أي موضوع تذكر ما الموضوعات التي يمكن أن تناقش في هذه الندوة الصعوبات تقول مثلا وتقييم المؤلفات المؤلفات عفوا المعاصرة في علم النحو وكذلك الطرق المثلى لتدريس النحو المختلف الأعمار ثم وضع مناهج المراحل الدراسية في الميزان أسباب أيضا بعد الطلبة وزهدهم في علم النحو وكيفية الاستفادة من المناهج الحديثة والتقنيات وهذا تقريبا بعض العناصر التي ذكرناها هنا يقول اكتب نصا أدبيا وحي الصورة وهذا أيضا سأذكره لك أنت ستقول مثلا تحت زوقة السماء الصافية وتصطف الأشجار وتراص النخيل على حافة الأرض الخضراء كأنها أطفال قد اصطفوا بثبات سعدادا يوم جديد مبهج ومشرق على سطح هذا المربع الأخضر تسير البراءة وتلهو وتلعب وكأنها تسابق براءة السماء في صفائها والأرض في جمالها وأنا أنشد قائلا متمثلا ليتني قد عدت طفلا فأخبره بما يملك من كنوز وهنا ستذكر ما تريد بنص أو بأسلوب بأسلوب أدبي هنا صنف الكلمات الملونة باللون الأحمر فيما يلي ثم نذكر أيضا العلامة هنا إنما المؤمنون إخوة تقول المؤمنون وهذا أيضا سريع بإمكانك ثم علامة الواو كذلك هنا الصدق من جات علامته الضم وصبراً هنا علامته الفتح منصوب وإن جهنم أيضا هنا اسم إن منصوب تبت يدا طبعا هنا يدا علامته هنا الألف مرفوع أبي مجرور بالياء المضاف اليه طبعا اذهب إلى فرعون هنا أيضا مجرور لكن بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف إنما تجزون هنا مرفوع بثبوت النون يؤمن هنا مجزوم من يؤمن بأداة الجزم هنا السكون جنات أيضا هنا جنات منصوبة لكن العلامة هنا الكسرة هنا خالدين منصوب وعلامته الياء يقدر لن يقدر هنا مسبوق بلن منصوب على نصبه الفتحة على نصبه الفتحة لا تنهى الأخيرة هي تنهى هنا هنا حذف حرف العلة حذف حرف العلة هذا ما اردنا ان نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين